اهلا بيكم في برنامجكم اكله العيله، معاكم نهله القاضي من الثلاث للخميس الساعه 1 الظهر ان شاء الله. قبل ما نبتدي في اي حاجه يا جماعه، انا بس عايزه اقول للفايزه في المسابقه اللي فازت معانا في المسابقه اللي فاتت، الاء الشريف، يا ريت يا الاء لو انت سامعاني دلوقتي وشايفاني تنوريني علشان تعملي معانا الاكله اللي انت تحبيها ان شاء الله، وهيتواصلوا معاكي ويقولوا لك على كل حاجه. النهارده يا جماعه احنا عايزين نعمل شاورما سوري، حاجه كده مش هخليكي تشتريها من بره تاني، وبامكانيات بسيطه جدا جدا هتعجبك وهتعجب الولاد كلهم، وهتحسي ايه اللي انا كنت بعمله ده، ايه البصل والفلفل والحاجات. احنا لو حطينا على الفراخ بصل وفلفل هي كده مع شويه صوصات بقت فاهيتا. الساندوتشات الشاورما السوري الصح اللي بناكلها بره ما بيتحطش فيها ولا فلفل ولا بصل. ودلوقتي احنا معانا المقادير، لكل نص كيلو فراخ بانيه معلقتين خل، معلقه بصل باودر، معلقه توم باودر، ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنه، وكمان عندنا العيش السوري او العيش الصاج اللي احنا هنعمل فيه ساندوتشات، والخيار اللي انا هخليله معاكم حالا دلوقتي، ومعانا التوميه السريعه اللي هي مايونيز، زبادي، توم، ذره كده من الخل وشويه ملح. ونبتدي بقى على طول شغلنا علشان وقتنا يكفي ان شاء الله. ومستنيه يا جماعه اي اسئله او اي استفسارات حضراتكم حابين تسالوها لنا. دلوقتي انا بس عايزه اول حاجه اعملها، اول حاجه خالص، ان انا اخلل التوم، اخلل الخيار وهحط فيه توم اهو، ميه سخنه حضرتك، الميه دي بتغلي. طب ليه نهله كده؟ علشان انا لو قلت خيار مخلل انت ممكن تكسلي او تفتكري ان الموضوع صعب ان احنا نخلل خيار، لا الموضوع سهل جدا. احنا هنحط عليه ايه بقى؟ طبعا انت لو عندك نعناع وبتحبي طعمه حطي عليه، انا دلوقتي هحط عليه شويه ملح كده اهو، وهحط عليه توم. توم طبعا يا جماعه اساسي في التخليل بتاع الخيار، وطبعا الخل برضو اساسي. ايه اللي مش اساسي لو حضرتك حابه تخلليه؟ اللي مش اساسي بس اللي انت لو بتحبيه حطيه، النعناع. انا قصدت اعمله قدامكم، ما عملتوش قبل كده، يعني قبل الهوا ما عملتوش. ليه؟ علشان ااكد لكم بس ان هو بيتعمل بسرعه، واهو كده على ما نخلص هيكون حضرته اتخلل معانا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ الطاسه عندي سخنه هحط فيها زيت، على ما الزيت يسخن هكون انا تبلت الفراخ اللي انا هعملها. وعايز اقول لكم يا جماعه ان الفراخ اللي هي شاورما الفراخ دي والله العظيم مش بكتر التوابل ومش بكتر الحاجات اللي بنحطها فيها. يعني انا عايز اقول لكم بس ايه، كل لما تقربي من الطعم الاصلي انت كده بتخلي الحاجه جميله، عشان في ناس بس فاكره ان هي كل لما تحط مقادير زياده او توابل زياده معنى كده انها بتحلي الحاجه، بالعكس خالص ومش شرط خالص. انا عايز اقول على معلومه مهمه جدا بخصوص الشاورما، انا دلوقتي عملت شاورما فراخ صح كده؟ طيب يا نهله انت كده عملت لنا الغداء، طب والولاد في المدرسه؟ ايوه ايه علاقه الولاد في المدرسه يعني؟ احنا دلوقتي لو عملنا شويه شاورما وزودنا شويه سندوتشات عشان الولد الصبح لو حابب يسخنها وياخد معاه في المدرسه يبقى كتر خيرك، يبقى وفرتي على نفسك صحيان بدري وحببتي الولد في ان هو ياخد معاه حاجات حلوه المدرسه. نجيب بقى الفراخ كده اهو، نحط عليها ايه؟ خل كده. الخل مهم جدا جدا جدا، مش عايز اقول لك قد ايه، بيسرع في التسويه وبيديها طعم جميل. هنحط بابريكا مدخنه كده، هنحط بصل باودر، هنحط توم باودر، هنحط فلفل اسود، هنحط شويه ملح. يا سلام خلصت معانا. بصوا بقى عايزه اقول لكم السهوله والسرعه اهو، لازم الخل. طيب ممكن تعلي طعمها بميه بصل، بس انا عايز اقول لك على حاجه، هي الشاورما الوحيده اللي انا مش بسيب الفراخ زي ما انتوا كلكم عارفين ان انا بحب اسيبها ببصل مبشور وملح وفلفل، مش بضطر ابدا اعمل الحركه دي اهو. بسم الله نبتدي بس ايه، نستنى طبعا ان الزيت كده معانا اتقدح، هنحط بقى الفراخ دي، وعلى ما هي تتشوح هنكون احنا بنبتدي نشتغل في الرز بتاعنا. ايه الرز بقى؟ هنعمله ازاي الرز؟ هقول لحضرتك. طبعا الرز المصري بتاعنا الجميل، مش البسمتي ولا اي حاجه، الرز المصري ده يا جماعه حضرتك لو عايزاه اصفر بتحطي له كركم، ما بتحطيش كركم وما بتحبيهوش طيب حطي كاري، لو عايزاه احمر حطي بابريكا، لو عايزاه اخضر هتحطي فيه حزمه بقدونس كده متخرطه ومحطوطه في شاشه، هتبقى طعمها بقدونس او شبت او كزبره وات ايفر، وهتديكي اللون الاخضر. انا بعمل ايه بقى؟ بس انت لو عايزه الصح كقيمه غذائيه المفروض ان انت ما بتحطيش الكركم اللي انا هحطه عشان الون بيه الرز، ما بتحطيهوش في الاول، المفروض تستني لما الرز يستوي معاكي خالص وبعدين حضرتك بتبدأي تحطي الكركم علشان قيمته الغذائية تبقى فيه،
تحطيه في الاخر. يعني انا المفروض استنى لما الرز ده يستوي كرز ابيض مصري عادي جدا، اشوحه كده بشويه زيت، احط له بس شويه ملح وشويه فلفل اسود، وهحط له الميه، ولما يستوي هحط له الكركم اهو، شويه ملح وشويه فلفل اهو، خلاص كده. وبعدين نشوحه كده اهو. طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم ان الاكله دي سهله وسريعه وجميله، وهتغنيكي عن انك تروحي تشتري الساندوتش يا جماعه. والله العظيم ثمن الساندوتش الواحد لو انت حضرتك عملتيه في البيت هيخليكي تاكلي البيت كله، مش محتاجه خالص خالص انك انت تشتريه من بره اهو. حط بقى الميه بتاعتنا، المفروض ان الميه بتغطي الرز المصري فوقيها بعقله صباع، خلاص. وبعد كده بنعمل كده، هيغلي لمدة 3-4 دقايق، وبعدين حضرتك هتوطي عليه للنص وتحطي تحتيه شياطة اللي هي بتعليه من على النار شوية علشان يطلع مفلفل. وقبل ما تطفي عليه على طول، أنا بس بقولك حاجات بسيطة تعمليها في البيت هتبقى حلو قوي، حتة زبدة كده هتعلي معاكي الطعم. طيب احنا هنا بنعمل ايه بقى؟ احنا هنا عايزين نشوح الفراخ الحلوة بتاعتنا دي. احنا ممكن بس ايه نحط هنا دي هنا ودي هنا عشان نخلص وننجز اهو كده. طيب انا دلوقتي انا مستنيه ايه بقى؟ انا مستنيه الفراخ دي انها تستوي معايا وتتشوح، وزي ما قلت لكم يا جماعه الموضوع مش محتاج مقادير كتير ولا حاجه. طب يا نهله احنا عايزين نزود الفراخ ونعلي القيمه الغذائيه. اوكي حبيبتي، حطي فلفل الوان براحتك، بس انا بقول لك على الساندوتشات اللي الولاد بيتجننوا عليها بره بتبقى عباره عن ايه؟ التوميه، الخيار المخلل، الفراخ، العيش السوري وبس، مش بيحطوا جواها اي خضار. لكن حضرتك عايزه تزودي القيمه الغذائيه طبعا مفيش مشكله خالص. انا دلوقتي الخيار بيتخلل معايا، والمفروض ان انا اعمل لكم حالا التوميه السريعه، مش التوميه السوري الاصلي، انا دي بعملها السريعه، ممكن السوري الاصلي نبقى نعملها بعد كده ان شاء الله. طيب بتتعمل ازاي دي بقى؟ حضرتك هتجيبي نص علبه المايونيز عليها علبه زبادي كبيره او علبتين، يعني انت لو ما عندكيش غير مثلا شويه مايونيز صغيرين نقدر نقول كده ان المايونيز قد الزبادي اهو. بنحط الزبادي على المايونيز زي ما انتم شايفين كده عشان تبقى توميه بقى. وادي معانا الثوم كده، وهنحط شويه ملح بسيطه كده اهو تمام، وهنحط شويه خل كده، ودي معانا اسرع توميه في الحياه. انت كده عملتي توميه. طبعا يا جماعه التوميه السوري الاصلي اللي هي بالبلدي كده نقدر نقول انها مهلبيه، بس عليها برضو معلقتين مايونيز وعليها زيت وعليها توم وعليها ملح وعليها عصره ليمون. فانا حبيت اعمل لكم السريعه اللي انا بصراحه بستسهلها، واللي كده كده طالما انا كده كده اشتريت مايونيز وحطيته خلاص، فانا بحب ابدل بقى المهلبيه اللي بتتعمل دي بحب ابدلها بالزبادي كقيمه غذائيه اعلى ككالسيوم يعني، طبعا عشان الزبادي معمول من اللبن. وكده عملنا التوميه السريعه معانا، ونشوح كويس دي كده. شوف بس الرز اهو شرب، المفروض بقى دلوقتي ان هو شرب معانا اهو. بعمل كده علشان اقلل النار، قللت النار على الرز علشان يبتدي يستوي ويفلفل معانا. وانا ممكن في المرحله دي دلوقتي احط له شويه كركم كده اهو علشان يبقى معانا رز اصفر كده. ممكن ايه نعمل كده اهو عشان احنا عايزينه رز اصفر، فحضرتك هتحطي له كركم، مش حبه كركم هتحطي له كاري. وزي ما قلت لك انا ساعات بعمل فكره كده يا جماعه، بروح حاطه ايه، بروح حاطه طبقات، يعني بطلع الرز الابيض رز ابيض عادي جدا، بحط على شويه كركم وعلى شويه بابريكا، وبعمله طبقات، طبقه بيضة، طبقه بالكركم وطبقه بالبابريكا. طبعا هتفضلي تحطي كركم لغايه ما لونه يلون يبقى اصفر صريح، يعني يبقى لونه لون الكركم ما بيبقاش لونه باهت. خلاص بنعمل كده اهو، زي ما قلت لك لازم توطي على الرز علشان يطلع مفلفل معاكي، ولازم برضو تحطي الشياطه وتشوحيه بزيت مش بسمنه. لو حضرتك حابه تعلي طعمه هتحطي معلقه السمنه دي ان شاء الله كده في الاخر. هعمل كده خلاص. وبعدين انا هنا الشاورما اهي شغاله عندي، هبتدي بقى دلوقتي ان انا عايزه احضر العيش بتاعي. وعلى فكره انا عايزه اقول على حاجه، ده للفته اسمه عيش لبناني، بيتجاب من اي سوبر ماركت، او يا ستي لو ما عندكيش عيش لبناني تقدري تجيبي عيش شامي، بتقصيه بالمقص كده بالطول وبعدين بالعرض عشان يبقى كارو زي ما حضرتك شايفه كده،
وبعدين بتقدحي الزيت كويس جدا كأنك هتحمري بطاطس عادي جدا، هيطلع معاكي بالشكل الظريف ده. علشان بس ايه نعمل منه فتة جميلة جدا. خلاص دلوقتي بقى ايه احنا المفروض ان احنا مستنيين الرز ان هو يستوي وهنبتدي نقفل ساندويتشاتنا، بس المفروض طبعا ان هي تشرب المية. بوتاجاز البيت طبعا بيبقى اعلى من ده لان الشعلة طبعا بيبقى اقوى من ده، فهتلاقيه شرب معاكي المية دي مش هتلاقي الصوص ده. طب يا نهلة احنا ممكن نستفيد من الصوص ده لو الفراخ استوت؟ طبعا ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نروح واخدين الفراخ دي والصوص ده نحط فيها العيش السوري عشان يشرب منها شوية، وبعدين نبتدي نحط كل حاجة. يبقى انت كده دخلتي الطعم جوه العيش، عشان بعد كده احنا عايزين نشوح العيش بتاعنا في جريل فيها نقطة زيت عشان تبقى لونها جميل. اهو يبقى سمعنا العيش اهو يا جماعة اسمه عيش سوري. ما عندكيش عيش سوري ممكن رقاق طري، عشان في ناس كتيرة جدا بيقولوا لي طب يا نهلة احنا لو ما لقيناش العيش السوري ده، الرقاق الطري يا جماعة بديل هايل، بديل هايل ليه. اهو نفتح بقى كده الايه العيش الظريف بتاعنا ده. حضرتك بقى هتلاقي العيش في حتة من هنا عاملة كده، ما تفتحيهاش بقى، يعني مش تقولي لما افتحها دي، عشان تستحمل معاكي لما تحطي هنا المايونيز او سوري يعني التوميه وتحطي الخيار المخلل وتحطي عليها الفراخ، لو دي رقيقه زي دي هتتقطع معاكي وانت بتلفي وهتلاقيها بقت شفافه كده والحشوه وقعت معاكي هنا. طيب انا عايزه اقول على حاجه، ممكن نعمل نفس الساندوتشات دي بطاطس محمره، برضو هتحطي التوميه وهتحطي الخيار المخلل وهتحطي البطاطس المحمره كساندوتش للولاد، وبرضو الاضافات اللي احنا بنحطها دي هيخليهم يحسوا ان هي شاورما، يعني لو مش كل يوم الواحد بياكل فراخ، مش كل يوم الواحد بياكل لحمه والحاجات دي، وعايزين ندي للولاد ساندوتشات مفيده، برضو ممكن تعملي الحركه دي. الو ايه؟ ايوه ازي حضرتك يا شيف عامله ايه؟ اهلا يا ايه منوراني. اهلا بيكي بنورك والله، وتسلم ايدك الوصفه حلوه جدا. بصي سهله ازاي؟ ايه رايك؟ والله دي تحفه، انا اصلا هجربها على طول ان شاء الله. مش محتاجه منك حاجه خالص، شفتي بصل أيوة. وتوم باودر وشويه توابل، كلام فاضي والله، وهتلاقي نفسك عملتيها وزي الفل. ايوه بالظبط، قولي لي يا روح. سهله جدا وهتدي طعم. انا عايزه اسال بس الاول، عايزه اتفضل. شاورما لحمه بقى بتبقى بنفس الطريقه؟ لا ما بتبقاش بنفس الطريقه، شاورما اللحمه بصي هو شاورما اللحمه والفراخ بيتفقوا في حاجه في الخل وفي التوابل، بس شاورما الفراخ بتحط لها توميه، شاورما اللحمه بتحط لها طحينه، وده يا جماعه تمام. حاجه مهمه قوي. طب شاورما الفراخ الاصليه السوري مش بنحط لها خضار، لكن شاورما اللحمه بنحط لها بصل وبنحط لها بقدونس بس ني، يعني انا دلوقتي خلاص سبت اللحمه في بصل باودر وتوم باودر وملح وفلفل اسود وشويه خل، حضرتك هتقلبيها كويس جدا، تقدحي الزيت واللحمه تكون ايه بوفتيك او لحمه اوريدي انشرياها شاورما، تخرطيها كده رفيع وتروحي مشوحاها في زيت مقدوح معلقتين ثلاثة، وتحضري الطحينة بتاعتك، وبعدين لما تطفي تكوني محضرة بصلاية كبيرة سلايسز وحزمة بقدونس، تحطيها كده وهي سخنة تقلبتين مش على النار، وتروحي حشيها مع الطحينة. يبقى ده الفرق بين الطحينة انها تكون في شاورما اللحمة والتومية انها بتكون في شاورما الفراخ. تمام، بضيف مثلا بهارات لحمه او كده ولا مش شرط خالص؟ البصل والثوم الباودر مع الملح والفلفل الاسود مع الخل كفايه جدا جدا، مش محتاجين. تمام تمام، ده حلو جدا كده، الوصفه دي اسهل بكتير. ميرسي يا ايه يا حبيبتي، ميرسي. تسلم ايدك يا شيف والله. ميرسي يا روحي نورتيني يا حبيبتي، بيتصلي تاني على طول لو في اي سؤال او اي استفسار. خلاص يا جماعه بقى احنا دلوقتي بقى ايه هنبتدي نعمل ساندوتشاتنا. انا بس حابه ايه اقول لكم ان الخيار بدا لونه يلون، بدأ ان هو يبقى يعني خلاص انا كده مش عايزه منه حاجه خالص غير ان انا احطه، وطبعا كل ما تسيبيه اكتر بيكون احسن، بس هو ما بياخدش غير نص ساعه، يعني بصي ابتدى يلون معايا، ابتدى يدبل، ابتدى يتخلل، كل ما تخرطيه رفيع كل ما يتخلل معاكي بسرعه جدا جدا. اهو شايفين انا بقى ايه هبتدي اخد منه، او اقول لكم على حاجه ظريفه، احنا ايه احنا نعمل كده ونحطه هنا علشان نعرف ناخد منه كويس. اهو نعمل كده وناخد بقى الكلام الحلو بتاعنا ده، عشان احنا مش عايزين منه حاجه تاني، هو كده اتخلل وبقى ظريف. وزي ما قلت لحضرتك حابه تزودي بفلفل زودي، بس انا ما انصحش بده عشان في ولاد كتير بيقعدوا يقولوا البصل ده وايه الفلفل ده، انتوا عارفين الولاد برده والشباب ما هماش زي الكبار، عايزين بقى يتغذوا وعايزين الحاجات دي، ما بيبقوش زينا خالص. خلاص بقى ايه قربي اهي خالص، على فكره هي في البيت مش هتاخد معاكي خمس دقايق هتلاقيها اتعملت. خلاص انا هعمل ايه دلوقتي، نحط الخيار كده اهو، وبعدين هنحط الايه
الشاورما اللي هي خلاص تعتبر خلصت، خلصت جدا جدا يعني كده. احنا ممكن بس ايه نعمل كده، نقرب الدنيا شويه، نحط بقى الفراخ الحلوه دي بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم في ناس كتير كانت بتجرب حاجات كتير، واول ما جربت دي مش مصدقين من السرعه والسهوله والامكانيات البسيطه. يعني احنا مش محتاجين ابدا ان احنا نعمل امكانيات كبيره. احنا بصوا، احنا هنعمل واحد شاورما بس، وهنعمل واحد شاورما بالبطاطس، وممكن نعمل واحد بطاطس بس. هو ده كده خلص، هو كده خلص مبدئيا. طب يا نهلة، انا عايزه اعمل واشيل في الثلاجه منه. حضرتك لو عايزه تعملي وتشيلي في الثلاجه، ما ينفعش ابدا انك انت تشيليه كده. ليه بقى؟ عشان انت عايزه تشيلي السندوتشات للولاد. لو شلتيه كده في الثلاجه لتاني يوم، المكونات اللي احنا حاطينها هتخلي الساندوتش يتقطع على تاني يوم. طب ايه الحل؟ احنا هنشوحه في زيت كده كده، كلناه دلوقتي، شايلينه ساندوتشز للمدارس او هناكله بكره، او عايز اعمل كميه كبيره مش هطبخ كل يوم، حضرتك لازم تديله تشويحه، وتاني يوم عادي جدا بيتسخن في اي توستر او حتى على جريل ما فيهاش زيت، عشان احنا اول يوم حطينا نقطه زيت، مش محتاجين خالص ان احنا نحطه كده، علشان بس زي ما قلت لك ما يبصش معاكي. اهو نعمل ده بقى ايه، نحط له شويه بطاطس، بس طبعا لازم نحط الخيار الاول كده. خرطي الخيار رفيع، هيتخلل معاكي بسرعه جدا كده. ممكن بقى ايه نستأذن بس كده اللي احنا عاملينه في الاول ده، هنحط كده بس ما تكتريش عشان الساندوتش ما يتقطعش منك ويبقى ايه شكله فيه عنده انتفاخ كده. خلاص كده اتعملت اهو. ابتدي بقى ايه ناخد منها شويه برضو، احنا بس سايبين شويه للفته اهو كده. عايز اقول لكم يا جماعه، رغم بساطه المقادير الا ان ريحتها جميله وطعمها جميل، وان شاء الله تجربوها وترجعوا تقولوا لي يا نهله دي طلعت حلوه جدا باذن الله. اهو نعمل كده ونقفل كويس، نعمل كده اهو كده اهو، ونبتدي بقى ايه. خلاص احنا دي كده ميرسي جدا، هنحتاجها للفته دلوقتي. عايزه انا بس احط الجريل هنا اهو، نطمن على الرز. اه والله قربنا، احنا شاطرين خالص والله. اهو كده اهو. الو مريم، اهلا اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا روحي. يسلم ايديكي، ايه الجمال ده. ميرسي حبيبتي، ميرسي، منوراني والله. الله يخليك، زي المطاعم بالظبط، انا هجربها النهارده. انا عايزاكي تجربيها وترجعي تاني تقولي لنا عملتي ايه، عشان بجد يا جماعه رايكم بيفرق معايا وبيهمني جدا. انا كنت هعمل بانيه ومكرونه، فهو البانيه هيتعمل دلوقتي بقى فتت شاورما ان شاء الله. عايزه اقول لك ان وجود الفراخ الفيليه اللي هي طبعا يا جماعه فيليه يعني من غير عظم، وجودها في الثلاجه يعمل معاكي غير الفراخ البانيه، هيعمل معاكي شاورما فراخ، يعمل معاكي فاهيتا فراخ، يعمل معاكي حواوشي فراخ، هيعمل حاجات كتير نجدد للولاد يا جماعه، عشان هم ممكن يزهقوا. حتى الفراخ اللي بنشوحها على الجريل في صوصات، لو حطيتي عليها مثلا شويه عسل على شويه باربيكيو صوص، خليتيها فراخ طعمه تتاكل وجميله جدا، وتحطيها برده مع شويه رز بدل ما هو ابيض يبقى اصفر. جددي عشان الولاد والزوج يعني ما يزهقوش. يسلم ايديك، يسلم حبيبتي. والله منوراني. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا روحي. فيش اي سؤال تاني، اي حاجه تحت امرك. يا رب يخليك، هقوم اعملها بقى وبقول لك رايي. ماشي يا روحي. ميرسي يا روحي، باي باي باي. يلا بقى يا جماعه دلوقتي، عشان اقول لكم ان احنا لازم خلاص، انا هنا حطيت زيت على الجريل، انا بس ضروري جدا ان الزيت ده يسخن، وانا دلوقتي بقى ايه عايزين نروح نغرف الفته بتاعتنا، علشان وبعد كده نغرف سندوتشاتنا. بصوا بقى علشان تيجوا تغرفوا الفتة، طبعا أنا عاملة كمية لا بأس بها من التومية عشان هنحتاجها في الفتة طبعا. خلاص احنا بس كنا عاملين رز قبل، عشان الرز ده أنا لو غرفته دلوقتي هو لسه قدامه 10 دقايق، فحرام يعني مش بنضحك عليكم، لسه فاضل له 10 دقايق مش هغرفه ني. فكنا عاملين من شوية رز أهو، اللي هو أصله رز أبيض، يعني حضرتك هتعملي رز أبيض مصري عادي جدا ما فيهوش أي حاجة. احنا شوحناه في شوية زيت وطشناه بشوية مية سخنة وحطينا له شوية ملح وفلفل أسود وخلاص. بعد ما استوى تحطي عليه شوية الكركم بقى رز أصفر، شوية بابريكا بقى رز أحمر، شوفي عايزة تلعبي فيه إزاي. رز المصري بتاعنا مش بسمتي ومش مكلف ولا أي حاجة خالص. خلاص حطيناه أهو كده، وبعدين هنبتدي بقى ايه نجيب العيش اللبناني او العيش الشامي او اي عيش موجود عند حضرتك، تروحي محمراه، او يا ستي لو عندك اير فراير عشان خايفه على الولاد مثلا، تروحي برده مخرطاه كده كارو زي ما قلت لك، وتروحي حطاه في الاير فراير علشان يدي اللون الجميل ده وما يبقاش الكالوريز بتاعته عاليه بزياده. اهو
حضرتك بس لازم برضو تقدمي للولاد وللبيت كله حاجة شكلها جميل، عشان طبعا كلنا عارفين ان العين بتاكل قبل البق. خلاص نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نبتدي بس ايه نضرب دي كويس كده. هجيب الفراخ بتاعتنا الحلوة دي الظريفة، هنعمل كده نبتدي نحطها هنا كده اهو. يا سلام والله يا جماعة، بصوا بصوا السرعة. طب دي استوت في 10 دقايق قدامكم، يعني مش عاملين لها نسخة. النسخة معمولة اهي، بس دي ما خدتش وقت خالص خالص. طيب انت لما تيجي تعملي فتة بقى، اللي كنت بقوله من شوية، ما ينفعش واحنا بنعمل الفتة ان احنا نحط عليها فلفل الوان ولا نحط عليها حاجة، علشان طبعا الفتة ما بيتحطش عليها كده اهو. نبتدي بقى ايه، نروح جايبين التومية السريعة بتاعتنا اللي هي مايونيز، زبادي، توم، خل وملح، بس مفيش أكتر من كده أهو. نبتدي بقى إيه نعمل لها شكل ظريف كده، كل معلقة تحطيها اقعدي زي ما بيقولوا تربيها كده كده أهو. أنا بس عايز أشوف الأخت دي الأخبار، أنا عايز أحط إيه دي كده عشان تلحق تاخد معانا لون قبل ما نكمل الفتة دي تكون هي اتعملت. بصوا يا جماعة السرعة، بصوا خلصنا أهو اهو. اتمنى تجربوها وتعجبكم. فاصل ثواني وراجعه لكم تاني، استنوني. تاني والفقرة اللي أنا بحبها قوي، وبجد حبيبتي منوراني دكتور هبة حسام، دكتورة التغذية العلاجية. أهلا يا جميلة. حبيبتي عاملة إيه؟ عاملة إيه يا روحي؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ كله زي الفل. جاهزة الحاجتين، الشاورما والأسئلة؟ جاهزة كله، جاية جاهزة لكله النهاردة. طيب بصي بقى، أنا عايزة أسألك سؤال وتجاوبيني عليه، وأنا إيه بغرف بس الشاورما. اتفق. دلوقتي أنا عايزة أقول لك على حاجة، طبعًا إحنا كلنا عارفين إن المية مهمة جدًا للجسم. تمام. صح، بتغسل القولون وبتغسل الكلى وبتخليني اخش التويلت كتير والحاجات الظريفه دي كلها. حلو. برضو بتنقي البشره وبتخليها طريه ما بتبقاش جافه. هل الكورس اللي حضرتك دايما بتقولي لنا عليه بيعتمد على انه يعطشك فيستفيد من الافكت اللي بيحصل من الميه، ولا هو مليان اوريدي حاجات تانية بتغذي زائد الفوائد بتاعه الميه؟ حلو قوي السؤال ده. طيب. حلو قوي. ماشي. اولا انا الكورس اللي انا جايباه النهارده هو بيمتص كميه ميه كبيره من جسمنا، وبيتطلب مننا ان احنا نشرب ميه اكتر عشان هو يقوم بالوظيفه اللي هو المفروض يعملها. حلو قوي. غير طبعا ان انت قلتي الميه مفيده لعمليه التمثيل الغذائي، للبشره، للشعر، لمضادات الاكسده اللي موجوده في الجسم، للمفاصل، لكل حاجه الميه مفيده، بتغسل الكلى والقولون كل حاجه. بالظبط، والكلى والقولون وكله. واحنا داخلين على موسم الشتاء، وفي ناس كتير قوي بتقول لك انا ما بعرفش اشرب ميه كتير في الشتاء، مش زي الصيف. في ناس بالزبط. ممكن تعطش في الصيف على عكس الشتاء. فالكورس اللي معايا طبعا هيخليني دايما حاسه بالعطش، عشان كمان في الياف طبيعيه كتيره جدا. طيب حلو، نتكلم بقى عن الكورس او ايه هو او بيعمل ايه بالظبط. اول حاجه انا معايا ثلاث انواع من الكبسولات، بس قبل ما اتكلم عن الكبسولات انا هتكلم ان الكورس او الاعشاب الطبيعيه اللي معايا النهارده هي مصرحه من وزاره الصحه، فبالتالي انا مدخله جسمي حاجه متاكده مليون في الميه انها طبيعيه امنه. بالظبط. انا عارفه انها مش هتضر هرمونات، مش هتضر انزيمات جسم، مش هتلخبط لي حاجه، مش هتلعب على مراكز الاشباع في المخ، مش هتلعب على اي حاجه ممكن تضر الجسم، بل بالعكس هتفيد. يعني انت معاكي تصريح من وزاره الصحه بالكلام ده، قدامنا هو ظهر على الشاشه. تمام. عشان الناس تبقى مطمنه ان انا باخد حاجه امنه، سواء للاطفال من عمر 12 13 سنه لغايه سن 70 80 واحنا طالعين بقى. حلو. تمام تمام. طيب الكورس ده او الاعشاب او الحاجات اللي انا جايباها النهارده دي، تخيلي كده بتعمل معايا ايه؟ قولي. هتخليني امسك شهيتي، للناس اللي عندها شراهه اكل هتسد الشهيه. هتعمل لي تكميم للمعده. تمام. والناس هتتخض من كلمة تكميم، هو في كبسولة هتعمل تكميم؟ دي كلنا عارفين انها عمليات. لا، دلوقتي الكبسولة دي بتعمل تكميم عشان هي بتنزل تنفش في المعدة، تديني احساس بالامتلاء، يعني زي مثلا بتملى 3/4 المعدة فبتسيب لي ربع واحد بس. حلو. طبعا الناس يا دكتوره هبه فاهمين ان تكميم يعني هي تخش تقص المعده. لا يا جماعه، هي المعده لو كبيره قوي بتشيل حله رز مثلا، احنا هنخليها تشيل 3 4 معالق. حلو. من خلال انها نفشت فسايبالي قد 20 30. انا هعمل عمليه التكميم من غير تكميم. حلو قوي. هي دي
دي ده الفرق ما بين الكبسولات بتاعتي وما بين عمليه التكميم. تمام. تالت حاجه بتنحت شكل الجسم، بتخلي شكل قوام جسمي كويس، بتزود لي معدل الحرق، بتخليني ما تحرمش من الاكل، اكل كل نوعيات الاكل اللي انا عاوزاها. معلش بقى، بتنحت الجسم علشان هي بتدخل على المناطق اللي مليانه دهون، فلما تسيحها فخلاص انت بقى شكلك متناسق. حلو، مش ده المقصود بالنحت؟ بالظبط كده. تمام. بتنحت المناطق اللي متخزن فيها زي البطن والارداف والجناب واللغد وغيرها من المناطق اللي بقالها 20 30 سنه مش عارفين نحركها، اللي متخزنه بالظبط، اللي هي ما بتنزلش بسهوله. طيب. تبدا تحولها لدهون بسيطه وتبدا تنزلها. حلو. بتزود معدل حرق الجسم. تمام. بتمنع شحوب البشره وتساقط الشعر عشان فيها كميه مضادات اكسده. حلو قوي. انت متخيله بقى كل اللي انا بقوله ده بيعمله كورس واحد بس، ده غير طبعا العروض والهدايا اللي انا لسه هتكلم عنها. حلو قوي. فالكورس ده دلوقتي في اللي هو ايه، في متناول الجميع، مجرد ما هنتصل على الارقام اللي موجوده على الشاشه او على صفحاتنا على فيسبوك وان دايت ودايت لايف هنقدر نطلب الكورس ده. كورس ايه بقى اللي انا بتكلم عنه ده؟ كورس الانستيليوم. اول كبسوله معايا فيه اللي هي كبسولات قشور ستيليوم، دي مكونه من اعشاب طبيعيه والياف طبيعيه، معظمها قشور ستيليوم. حلو قوي. قشور ستيليوم دي هي اللي بتنزل، وظيفتها انها بتنزل تنفش في المعده وتديني احساس بالشبع طول النهار. تمام. فانا هاكل الثلاث وجبات بتاعتي، عشان في ناس كتير تقول لي انا هاكل وجبه واحده، لا انا هاكل الثلاث وجبات بتاعتي بس هاكلها بالمقدار الصح. طيب انا بقى هنا يعني هستاذنك في سؤال. اتفضلي. دلوقتي انا امكانياتي الماديه مش بتسمح لي ان انا كل يوم اكل فراخ ولحمه. حلو. وثلاث ارباع الاسبوع باكل زي ما تقولي كده نشويات، يعني مثلا مسقعه، كشري. هل الكورس ده لو تماشى مع، عشان طبعا انا عارفه ان كل او ثلاث ارباع ويمكن كل انظمه الدايت يقول لك امنع كارب اول حاجه، لا مش بس كده، ولازم فراخ ولحمه يوميا بروتين. طب هل انا لو انا انسان عايش بسيط، يعني انا يا ستي باخد مرتين في الاسبوع لحمه او فراخ، الكورس ساعتها مش هيتعارض مع ان النشويات دي كمياتها كبيره؟ هل الكورس ساعتها هيقدر برضو يخسسني رغم اني باكل نشويات؟ حلو. انا هاكل نشويات بكميه قد ايه؟ ما هو انا ما عنديش مشكله في الاكل كله. طيب. ما هو انا جايه اتكلم ان انا مش هحرم او مش هدي نظام غذائي، انا هاكل كل حاجه. تمام. فانا الفكره عندي في الكميه مش في نوع الاكل. فانا لو كلت يعني مثلا، هل هساوي اللي هياكل طبق رز كبير بثلاث معالق رز؟ اكيد لا. انا دلوقتي فهمت حاجه. أيوة. يعني انتوا في الكورس ده بيركز على الكمية. مش النوع، مش الكيف، بيركز خلص. على الكم. انا عشان كده بقول لك انا مش هحرم الناس، في ناس كتير ما بتحبش احساس انها محرومه من الاكل. فانا مش هحرم الناس، انا بس هقلل الكميه. تمام. وده اللي هيخليني بقى يا شيف نهله ان انا افضل متابعه الدواء بتاعي او متابعه الكورس بتاعي على المدى الطويل. انا خلاص صغرت حجم المعده، فلو عدت عليه المواسم كلها، رمضان، عيد، عيد ميلاد، انا في الامان. انا مصغره زي ما كده ساره معانا عايزه تسالك تقريبا في النقطه دي. الو. الو، ازي حضرتك يا شيف نحله؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي، معاكي دكتور هبه. تمام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي، بخير. بصي، اورا انا عندي 23 سنه. تمام. تمام. طولي 160. تمام. وزني 95. تمام. مش جسمي كله اللي مليان، هو جسمي مش متناسق، فاهماني؟ في اماكن. تمام. بالظبط كده. مش بتنزل بسهوله، يعني حاولت الرياضه، دايت، اي حاجه، مفيش خالص نزول في المناطق دي. طيب، حلو قوي يا ساره. طيب اسمعيني. تمام. بقى الحته اللي جايه اللي انا هقولها دي هي اللي هجاوبك فيها على السؤال بتاعك. مش هي ساره؟ ساره عندها سمنه موضعيه. احنا شرحنا الكبسولات بتاعت الانستيليوم، نيجي بقى لتاني كبسولات اللي هي اللي بتنحت اصلا شكل الجسم، اللي هي الماجيك بوكس. دي عباره عن اعشاب طبيعيه مكونه من جراسينيا وقهوه خضراء والياف مانجو افريقي والياف تفاح اخضر، وكلها الياف طبيعيه. بس فيها المكون الاساسي بتاعها اللي هو الجراسينيا، ده اللي بيدخل يحول الدهون المعقده لدهون بسيطه ويبدا ينزلها في اي وسيله من وسائل الاخراج. ده بالاكل الموجود ولا الاكل اللي هدخله؟ الاثنين. الاثنين. الجراسينيا بيعامل الدهون اللي متخزنه، وفي انزيم اسمه هيدروكسي ساتريك اسيد، ده بيمنع تخزين الدهون اللي داخله جديده. حلو قوي. يعني انا بنحت الجسم بطريقتين، بطريقه الدهون اللي متخزنه اصلا جوه انا بشيلها خلاص، لان هي قالت لك ايه، انا حاولت اعمل رياضه كتير قوي وما بتنزلش. تمام. ما بتنزلش غير بتكلفه اقتصاديه تانية. طبعا. بقى اللي هو انا اروح لدكتور اعمل اجهزه، اعمل حقن، وات ايفر، انا هعمل ايه عشان انزلها؟ طب ما انا عندي اعشاب اصلا في الكورس بتاعي او في الكورس في الاعشاب اللي معايا النهارده، هي بتنزل ده، هي بتنزل السمنه الموضعيه.
يعني هي بتعمل حاجتين، السمنه المتراكمه القديمه في الجسم اللي بقالها سنين اللي احنا بنقول عليها عنيده، وبتمنع تكون اي فات جديده داخله على الجسم. زي مثلا انا اكلت شاورما، علشان كده بسمع ارقام كتيره ناس خست على الكورس ده دهون. عشان كده ايوه، يعني عشان السبب ده. وهقول لك حاجه كمان، في يا شيف نهله بيبقى مثلا بنوته عاوزه تخس 10 كيلو، احنا بننزل على الميزان، يعني احنا بنبعت ايم بادي وبنوزن كل اسبوع وكده، وهقول دي فايدتها ايه قدام شويه. ممكن ناس تنزل 5 كيلو على الميزان دهون وتزيد عضلات. فاهمه؟ انا بركز في نسبه الدهون. زي ساره كده، هي قالت لي انا جسمي كويس بس في اماكن هي اللي مضايقاني، هي اماكن تركيز الدهون دي، يبقى انا تركيزي عند ساره ان انا اشيلها. تمام. فالماجيك بوكس هو اللي معايا هيعمل كده. ومعايا كمان في نفس الكورس كريم شد الترهلات. حلو قوي. ده بحطه على السمنه الموضعيه، على الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه. بس كده هتبقى تكلفته كتير قوي الكريم ده، هشتريه وهعمل كده. ما انا جايه لك بقى بالعروض، ما انا زي ما انا جايبه حاجات كتير كده جايه بالمفاجآت بتاعتها. طب يلا. تالت كورس معايا او تالت تابلت معايا اللي هو الفينيل، وده المسؤول عن ثبات الوزن. ده مليان قهوه خضراء ومضادات اكسده، وبيحافظ لي على اللي انا عملته من الانستيليوم والماجيك بوكس. حلو قوي. كده خلصنا التلات انواع من الاعشاب اللي موجوده. تمام. نيجي بقى للجزء اللي انت مستنياه وعينك فرحانه هو عشان تسمعي بقيه العروض. عشان تستفيد. طب يا دكتور هبه، يعني دلوقتي نقول للناس على حاجه وفي الاخر يجوا يشتروا الكورس يلاقوا الكريم بفلوس ويلاقوا كل الهدايا اللي انا هفاجئك انا عامله لهم ايه كمان. طب قولي. احنا طبعا عارفين طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره معانا على الشاشه او على صفحاتنا على فيسبوك وان دايت ودايت لايف، يقدروا يتواصلوا معانا في اي وقت. احنا عندنا بقى النهارده ثلاث عروض. اول عرض معانا ده عرض الشهر، ده للناس اللي عاوزه تنزل مثلا 5 6 10 كيلو في الشهر. حلو. وده معايا كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. هديه زي ما اتفقنا، خصم 40% يعني على الكورس. هديتين وخصم. هديتين وخصم. هو انا جايه لاي حد ولا ايه؟ حبيبتي ربنا يخليكي. تاني كورس بقى معايا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50%، ده للناس اللي عاوز تنزل 10 20 كيلو في الشهر. طيب. ونبدا بعد كده معانا كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي برده هديه. حلو قوي. حلو. تالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده بقى يعني اللي هو الممتع ايه؟ اللي هو انا بعمل بيه تحديات، اللي هو انت مثلا جايه لي 100 كيلو. أيوه. ثلاث شهور تاخدي العرض ده اللي عليه خصم 70%، استلمي نفسك مني 70 كيلو. ما شاء الله. مفيش احسن من كده. طب قولي لي العرض التالت اللي انت بتقوليه ده دلوقتي، انا اخد الكلام ده يعني واروح اتابع بيه عند دكتور؟ لا، انا لسه جايه لك. هنقول العرض التالت بس الاول. العرض التالت ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70%، ده مكون من كبسولات الانستاليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه. حلو قوي. كل الحاجات دي المتابعه من فريق طبي متخصص مجانيه، واحنا قاعدين على الكنبه من غير ما ننزل ونروح ولا اي حاجه. حلو. اقصى حاجه هنعملها هنوزن وهنبعت لنا بس الميزان على الواتساب. جميل. الفريق الطبي المتخصص اللي عندنا بيتواصل مع اي حد بيتواصل يطلب الكورس بتاعنا او الاعشاب بتاعتنا. بنبدا نقول له ايه العادات اللي هو بيعملها صح او غلط، ونبدا نصححها له. بنبدا نوصف له الكورس تاني من اول وجديد. نقول له ان الكورس امن، ونوري له تصريح وزاره الصحه. ونبدا بعد كده معاه بقى في طريق الكفاح اللي هو خطوه بخطوه لغايه ما ننزل ونوصل للوزن المثالي. والله ده مش كفاح، لو هتخسسيني بالارقام دي في الوقت ده ما اسموش كفاح، ده اسمه دلع. شفتي؟ لما هتاكليني كمان بقى، اما هتاكليني اكل البيت وتخليني اتابعك من خلال التليفون وتجيبي لي الحاجه فور فري كشحن، ايوه التوصيل، كل ده بس مش كفاح. يعني عارفه ايه الكفاح بقى؟ انا اقول لك بقى الكفاح. قول. ان انا اركب عربيتي او وات ايفر ايه المواصله واروح عشان استنى دوري عند الدكتور. ان انا علشان اشتري اي حاجه لازم بتجي لي بفلوس كتير يعني شحن. ان انا لما بروح عند دكتور الدايت مش بيهتم انك انت في فيتامينز، لما هتاكلي حاجات معينه جسمك هيفقد فيتامينز كتير، مش بيهتموا ان هم يكتبوا لك فيتامينز، ولو اهتموا كتبوا لك هتشتريها بفلوس اكسترا. فده دلع، لانك انت مش حرماني، مش حاطه لي نظام معين وجايبه لي كل الفيتامينز دي فور فري، والمتابعه والشحن والكريمات اللي انا لو ما جاش في بالي ان بشرتي انا مش عارفه ايه، مش في دماغي، انا عايزه اخس وخلاص. لا يا حبيبتي، انت محتاجه فيتامينز، انت محتاجه شد الترهلات وهديه، مش هكلفك. فده الدلع، ده مش كفايه. الفكره ان انا عملت كورس كامل متكامل عشان الناس، عشان الناس ما تبقاش مستصعبه فكره انا لسه هخس. الناس بقت بتكسل تبذل مجهود في الخساسين، فاهمه؟ اللي هو لا خلاص مش مهم. انا حتى كمان الحاجه اللي بتفرحني اللي هي الاكل همنع نفسي منها، لا تمام. صحيح. فلا ليه؟ الخساسين سهل جدا. فانا بقول لك اهو، يعني تخيلي انت هتخسي وهيبقى شكلك حلو وهتنحتي شكل جسمك وهتشيلي الدهون المتراكمه، هتعرفي تلبسي الالوان اللي انت عاوزاها،
ازاي، هتعرفي تلبسي اللبس اللي انت عاوزاه، هتعرفي تعيشي حياتك بطريقه طبيعيه، تعرفي تخرجي مع اصحابك، تتصوري، هتعملي ده كله، وفي نفس الوقت انت هتستفادي من عروض وخصومات وبسعر كويس جدا. فعشان كده انا جبت الكورس كامل متكامل لكل الناس طبعا اللي بتتفرج عليه. ده احنا كده لازم نفرحهم ونقول لهم يطلبوا الكورس من خلال الارقام اللي هتظهر عندنا على الشاشه. وكمان مريم عايزاكي، ومريم بتكلمك انا عايزه اقطع سندوتشات شاورما واغرف الرز عشان استوى، ونشوف مريم عايزه تقول لك ايه. ماشي، الو اتفقنا. الو، ايوه يا مريم، ازي حضرتك يا دكتور، عامله ايه؟ اتفضلي حبيبتي الدكتوره معاكي. قولي يا روحي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. بصي يا دكتور، انا والده من شهرين ونص كده، تمام؟ تمام. وقبلها البيبي اللي كان معايا قبله يعني ما فيش فيهم فرق سنه، والاثنين والدهم قيصري، فعندي البطن يعني مش قادره اقول لك شكلها عامل ازاي دلوقتي. اه تمام. طب في اماكن تركز دهون تاني غير البطن ولا هي البطن بس؟ هو البطن ومنطقه الجناب بس، دي الاكتر اماكن، بس انا يعني كجسمي مليانه حاجه بسيطه، لكن دول اكتر اماكن متراكم فيها الدهون عندي ومش بتنزل، يعني انا ممكن جسمي ينزل هم لا. طب يا مريم انت كام كيلو اصلا؟ انا 92. طيب حلو قوي. احنا لسه بنردع ولا خلاص؟ هو البيبي عنده دلوقتي شهرين ونص، يعني شهرين و16 يوم بالظبط. طيب حلو قوي. طب قولي لي انت طولك كام؟ 164. طيب دي حاجه بسيطه خالص، يبقى هي هتلاقي الدهون متركزه فعلا في منطقه البطن والجناب. هي فعلا المنطقه دي الوحيده اللي مش راضيه تنزل. ممكن اعمل دايت وكده اخس الجسم يخس الا هم، وبرجع ازيدهم تاني برضه. ما هي عشان الدهون متركزه فيها مكان الولاده. تمام يا مريم، وخلاص اسمعيني يا قلبي. طبعا مريم زي الستات المصريه كلها اللي بتتفرج علينا اللي بعد الحمل والولاده بطننا خلاص مش عارفين نلمها، فاهمه؟ مش عارفين نلبس منها اي حاجه. لا ده انا بحس كمان ان الحمل وسع بطني خلاني اكل عن قبل. يعني طبعا وانت حامل كلهم بيغذوكي، كلي عشان اللبن، كلي عشان البيبي، وكلي عشان بتاكلي الاثنين مش بتاكلي الواحد. فانا قبل ما احمل انا ما كنتش باكل الكميه دي، كنت بشبع من الحمد لله اي حاجه بسيطه. حلو. بعد ما ولدت مش بس عشان اللبن، انا شهيتي اتفتحت لان بطني كبرت ووسعت وباكل كتير قوي. عشان اتعودتي 9 شهور انت بتاكلي كميه معينه. بالظبط. وهو ده بقى اللي انا عاوزه اتكلم فيه، او تمام. هو ده اللي انا عاوزه اقول، احنا مش محتاجين نمنع نفسنا من الاكل. ايوه. احنا محتاجين نصغر حجم المعده بتاعتنا، مش اكتر ولا اقل. طب هصغرها ازاي؟ ما هو انا مش هعرف احرم نفسي من الاكل، هصغرها عن طريق الكورس بتاعي او الاعشاب اللي انا جايباها. تمام. انا هاخد الكبسوله قبل الفطار بربع ساعه، كبسوله الاناسيليوم، هاخدها هشرب وراها كوبايتين ميه، هي هتنزل تديني احساس الشبع وتعمل بلكي في المعده. تمام. فتخليني اكل كميه صغيره. حلو قوي. دي اول كبسوله. أيوة. تاني كبسوله اللي هتفيد بقى مريم قوي عشان بعد الحمل والولاده. أيوة. اللي هي الماجيك فوكس زي ما اتفقنا، دي كبسوله الجمال، كبسوله القوام. اشمعنى بقى هتفيد مريم بالذات هي كواحده والده، اشمعنى بقى الماجيك فوكس هيفيدها قوي؟ عشان هي عندها دهون متراكمه في منطقه البطن والجناب نتيجه الولاده. وطبعا كمان الناس اللي والده قيصري نعرفش نعمل في بطنهم، عارفه في ستريتش كده بيتلبس او حزام او حاجه بتتلبس للبطن للناس اللي والده. الناس اللي والده قيصري ما بنعرفش نلبسهم حاجه زي كده. ايوه صحيح. فالماجيك بوكس هيفيد جدا مريم في الدهون المتراكمه عندها نتيجه الولاده. حلو. مع طبعا كريم شد الترهلات اللي هي هتدهنه ابتداء من وهي بتاخد الكورس. فهيبدا يحفز الدوره الدمويه في المنطقه دي، ويبدا يشد الجلد، ويمنع كمان بقى حدوث الستريتش ماركس، يمنع حدوث السيلوليت، يمنع حدوث الحاجات المشاكل اللي هتقابلنا مع السمنه. تمام. طيب انت طبعا جايبه لنا معاكي صور لحالات كانت شكلها عامل ازاي وبقى شكلها عامل ازاي. بالظبط. صح كده؟ طيب احنا دلوقتي هنشوف يا جماعه الصور كانت ايه وبقت ايه الحالات. ما شاء الله ده خس 37 كيلو في 4 شهور، ده حلو قوي ما شاء الله. شايفه الارقام بقى اللي تفتح النفس؟ دي شايفين دي يا جماعه الارقام. الله. بصي هي بقت بنوته، هي مش هي بقت بنوته. اه يعني انا شايفه ان هي كانت مدام بقت بنوته ظريفه جدا ما شاء الله. السمنه بتكبر برضو يا شيف نهى، دي بقت 60 كيلو بتكبر كانت داخله في 100 كيلو. عارفه الملامح بتعجز بالسمنه بس يعني ايه شابه 100 كيلو؟ يعني ايه مادموازيل عندها 100 كيلو؟ هو ده بقى التحدي اللي انا بعمله بالعرض الثالث اللي عليه خصم 70%. انت داخله معايا بعتالي وزنك كده 100 كيلو، استلمي نفسك مني بعد 3 شهور انت 70 وجسمك منحوت وشكله حلو وزي ما احنا شايفين كده. لا واحلى حاجه ان انت ما بتقوليلهاش فراخ مشويه ولحمه مشويه وسمك خالص. والله انا طيبه قوي في الدايت، ما بديش دايت خالص يا شيف نهلا. ما هو كورس الانسيليم بقى مخليكي مرتاحه شويه ان انت بالزبط. بيحبوكي بقى، يعني انت خليتيهم يحبوكي لان انت مش مضايقاهم بنظام معين. اه مفيش بقى اللي هو بيض وجبنه قريش وخيار وطماطم وبروتين بس، وممنوع ده وممنوع خروج وممنوع وممنوع. لا انا ما بمنعش من اي حاجه ما شاء الله. الراجل ده كان 84 بقى 68، يعني خس 8 كيلو في الشهر، في شهرين خس 16 كيلو.
ما شاء الله. صدقني ببقى نفسي اسمع منك يا ترى ده موضوعه ايه، حكايته ايه، نفسيته كانت عامله ازاي. في حكايات كتير والله يا شيف نهله، بنقابل كل يوم على المتابعه المجانيه وعلى الواتساب او الكولز، احنا بنبقى اصحاب اكتر فبنقعد نحكي كتير. اوكي يعني. حبيبتي طب بص انا عايز اقول لك على حاجه، هو الحاله اللي قدامنا دي ال 87 وبقت 66 اللي خسرت 21 كيلو في شهرين، انت ازاي بتقدري تقنعيها بعد ما خسرت اول 10 كيلو انك لو كملتي معايا هتخسي 10 كيلو تاني في شهر واحد بس زي ما خسيتي ال 10 كيلو الاولاني؟ عشان انا الموضوع ده هيجنني. انا ازاي بقنعها بعد اول اسبوع؟ لان الناس كلها عارفه ان اول اسبوع انت بتنزلي فيه 3 4 كيلو كده، اللي هي الميه والاملاح والمعادن والحاجات اللي موجوده في الجسم بتنزل بسيطه. حلو. حتى لو في دهون بسيطه بتنزل. بقول لها استني معايا لتاني اسبوع، لو احنا خستينا نفس ال 4 كيلو او ازيد هنكمل بقيه الكورس سوا، وبرده مش هحرمك من الاكل وكل ده. اول ما يعدي تاني او تالت اسبوع يا شيف نهله هم بتبدا الاراده والحماس بقى، اللي هو لا انا عماله انزل، انا الارقام عماله بتزيد مش بالعكس بتقل. تمام. اللي هو طب ليه بقى ما اخدش نظام غذائي وازود كمان، طب ليه ما انزلش الجيم واعمل تمارين وازود كمان النتيجه. فهم بيبدا الحماس عندهم والاكسبكتيشن بقى بتاع اللي هو انا هوصل لفين في الشهر بيبدا يزيد. فده تمام. بيساعدني جدا طبعا. يعني والله انت اللي بتساعدينا مش اللي بيساعدك، ده انت اللي بتساعدينا وبتفرحينا. ويا ريت طبعا كل اللي بيسمعنا دلوقتي يلحق الكورس. بس انا لسه عندي اسئله تانية بس بعد الفاصل. ثواني يا جماعه فاصل، راجع لكم تاني استنوني. ورجعنا لكم تاني مع دكتور هبه حسام اللي دايما بتحللنا كل الالغاز وبتجاوب لنا على اي سؤال نفسنا نعرفه، وما شاء الله عليها ما عندهاش حاجه بتوقفها، والله اكبر عندها معلومات طبعا بما انها دكتور تغذيه علاجيه، فاحنا مش سايبينها في حالها وعمالين نسالها اسئله كتيره جدا. ده تحت امرك طبعا. حياتي تسلمي لي. بصي بقى احنا عندنا على الصفحه بيجي لنا اسئله، الاسئله دي احنا مسميينها يعني ايه السؤال العيله. تمام. كان في واحده وزوجها طالعين في الاسانسور فالنور قطع، طبعا هي مش عارفه تطلع، هو مش طبعا هو تلات ارباعنا كده يعني، علشان طبعا ركبها وجعاها وظهرها وقاعده على السلم. قال لها حضرتك هتفضلي قاعده لنا كده؟ يلا يا ماما اطلعي. لا انا هستنى النور. طب النور بيقعد ساعه، هتفضلي قاعده ساعه في السلم في الشارع؟ قالت له لا انا ما اقدرش عشان ركبي وعشان ظهري ومفاصلي. قال لها ياما قلت لك خسي، الحاجات دي معروفه حتى ومش محتاجه دكاتره، مش محتاجه دكاتره انك انت تعبانه عشان تخينه. من الاخر كده وهو جوزها قال لها كده. فطبعا ده موقف يعني ظريف خالص، اولا احرجها، ثاني حاجه قاعده في السلم في الشارع شكلها مش ظريف. بالظبط. فقولي لي نقدر نشجعها ازاي انها زي ما جربت اكيد حاجات كتير، ده كده كده ما فيش واحده ما بتقعدش تجرب، انها تبتدي تقدم على خطوه الكورس بتاع حضرتك علشان تنزل في الوزن وتبقى انسانه طبيعيه. حلو قوي. هي تقدم على خطوه الكورس عشان الموقف اللي حصل ده ما يتكررش تاني. ما بقاش واقفه مع جوزي او واقفه مع اصحابي او واقفه مع اختي او واقفه مع جيراني وابقى انا الوحيده اللي مش قادره اطلع السلم عشان بنهج، عشان خشونه المفاصل، عشان ظهري، عشان كل كيلو من فوق بحوالي 4 كيلو على الركبه. فاكيد طبعا ده هيأذي ده كله. طب انا مستنيه ايه؟ ايوه مستنيه لما اتحرك في موقف زي ده، ولا مستنيه لما ابقى مع اولادي هم عاوزين يطلعوا وانا مش قادره اطلع السلم؟ فطبعا تتصل بينا على طول على الارقام اللي ظاهره قدامنا دي او على صفحاتنا على فيسبوك على وان دايت ودايت لايف، وتقدر تتواصل معانا واحنا نبدا نخسسها، عشان على الاقل لما النور يقطع تقدر تطلع السلم. يعني بصي حاجه بسيطه. يعني هم 10 كيلو مثلا اللي هينزلوا هم هيحسسوها انها انسانه ثانيه، هتقدر تتحرك، هتقدر تتنفس، هتقدر تطلع من غير جهد، هيبقى في طبعا اختلاف كبير. ومحدش هيتنمر عليها تاني، وغير بقى كل التنمر وزوجها وصحتها. صحتها بالظبط. يعني انا مستنيه ايه؟ يعني كل ست بيت قاعده بتتفرج عليا انا وانتي دلوقتي. أيوة. انا مستنيه ايه لما انا الاقي عندي دهون متركزه في البطن، دهون في الدراعات، بنهج وانا طالعه السلم، ما بقدرش اقوم اروق الشقه، بعمل حاجه واحده بس في اليوم. أيوة. طب انا مستنيه ايه؟ مستنيه عشان اقتصاديا احنا جايبين كورس وعليه عروض وهنقول العروض تاني معاكي. مستنيين ان انا اروح لدكتور، انا جبت الدكاتره لغايه الكنبه واحنا قاعدين. صحيح. مستنيه ان انا هتحرم من الاكل، انا بطلت ادي دايت ومش بحرم خالص من الاكل. اعمل ايه تاني؟
اعمل لكم ايه تاني يا ماما عشان تخسوا؟ لا بصراحه هي يا جماعه الدكتور هبه مدلعانا بزياده، وبجد اللي فعلا محتاج يخس زي ما جربتي حاجات كتير جربي المره دي، علشان الموضوع ده الكورس ده مصرح من وزاره الصحه وكله الياف طبيعيه، ومن اول سن 12 سنه لحد السن الكبير، وحتى لو عندك امراض انت بس اتصلي وتواصلي وفريق طبي هيرد عليكي علشان يقول لك حالتك المفروض انها تاخد ايه وما تاخدش ايه وتمشي ازاي والموضوع يمشي معاها ازاي. طبعا غير العروض اللي احنا معلش هنحاول ان احنا نسالها تاني بالزبط. معلش انا بزهقك بس عشان لا في ناس ممكن تبقى لسه فاتحه التلفزيون دلوقتي فتعرف معانا اللي احنا بنتكلمه ده كلام كتير وكبير ومجعلص كده وبفلوس كتير ولا ايه الدنيا معاكي؟ هدايا وعروض عايز اعرفها تاني للمشاهدين. اوكي احنا عندنا ثلاث عروض. اول عرض ده عرض الشهر ده عليه خصم 40%، ده مكون من كبسولات الانستيليوم ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وطبعا الشحن مجاني والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50%، ده مكون من الانستيليوم والماجيك بوكس ومعاهم كريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه، وطبعا الشحن مجاني والمتابعه من فريق طبي متخصص مجاني. وثالث عرض معانا ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70%، ده مكون من الانستيليوم والماجيك بوكس والفينيل وكريم شد الترهلات هديه وفيتامين دي هديه، وبرده الشحن مجاني والمتابعه مجانيه. حلو قوي، يعني اي حد دلوقتي يقدر يتواصل مع حضرتك يا دكتور او طبعا مع الفريق الطبي اللي هو هيرد عليه بالزبط. الارقام الموجوده قدامنا دي سواء واتساب او فون اللي موجوده على الشاشه او فيسبوك او ماسنجر، اي حاجه هيتواصلوا بيها معانا احنا هنرد عليهم. الرقم ده حضراتكم بتردوا وكمان بتواصل معاكوا علشان متابعه ان انا خسيت قد ايه على نفس الارقام بالظبط. احنا كل اسبوع بنتابع مع الناس اللي معانا اللي واخده الكورس عشان نعرف هم خسوا ايه في الاسبوع ده وعملوا ايه صح وعملوا ايه غلط. طيب قولي لي بقى ممكن يعملوا ايه غلط؟ علشان المفروض ان هو الكورس يعني المفروض انه شاد يعني عايزه اقول لك ايه، قافل الشهيه، بس طبعا انت عارفه المغريات والاصدقاء والخروجات والعزومات والاعياد واحنا كل شهر عندنا مناسبه ما شاء الله علينا وكلها اكل وافراح بقى والحاجات دي. انا اول ما بياخدوا الكورس انا ما بقلقش عليهم يعملوا ايه غلط. يعني اول بس ما تطمني كده اللي هي بدات تاخد الكبسولات وماشيه بانتظام فيها انا ما عنديش مشكله هتعمل ايه غلط، لان انا مديه حاجه هتسد النفس، مديه حاجه ماليه المعده، مديه حاجه بتشيل الدهون اللي متخزنه، مديه حاجه مزوده معدل حرق جسمي، مديه حاجه مش هتتعبني مش هتديني احساس بالخمول والارهاق والتعب. حلو. فهم هياخدوا الكورس انا مطمنه عليهم، انما قبل ما ياخدوا الكورس هو ده بقى اللي انا بتعب فيه. جربوا دايت ايه قبل كده؟ معدل حرقهم قليل ولا في امراض زي الغده الدرقيه موقعه معدل الحرق؟ طب خدنا ادويه ايه لعبت في مراكز الاشباع في المخ وضرت الجسم؟ فببدا انا ادخله في دوره صحيه. انت بترممي بقى الدنيا دي كلها. برافو عليكي. انا برمم الدنيا اللي هم بوظوها قبل ما يجولي. انما مجرد ما ياخدوا الاعشاب بترممي المخ كمان، بتفهميهم يا جماعه انتوا كنتوا ماشيين غلط، ايه الحرمان ده؟ وها خسيتي بقى على الحرمان ده؟ هي دي الفكره. نزلت ميه 3 4 كيلو وكمان مش عارفه جايالي قلقانه. ايوه. طب ما هو انا جربت اللي هو اللي طلع موضه وما جابش نتيجه. موضه. ما هو بالنسبه بقى للموضه ده غلط. قولي لي بقى ايه بقى يعني كل شويه افتح فيسبوك او الاقي واحده بتنصح واحده على الفيسبوك والله خدي البرشامه دي طب اقول لك على حاجه والله العظيم انا اعرف واحده بس الكلام ده كان من فتره طويله يعني اما اخذت برشامه حد كان قال لها عليها الاول خسرت 3 4 كيلو بعدين لقيناها بقت عصبيه جدا اتحولت لواحده مريضه نفسيه اي حد يكلمها تشخط فيه وتزعق فيه انا مش فاهمه في ايه انت ما كنتيش كده فهي اللي بنفسها قالت لي البرشامه دي من ساعه ما خدتها ال 3 4 كيلو اللي انا خسيتهم بس قدام إن ده انا خسيتهم انا قدام ده انا عماله ازعق في اي حد يقابلني قولي لي بقى بيعمل ايه يعني الغلط اللي هي خدته فين ده بقى اللي بيخلينا نروح لادويه مجهوله المصدر وبيخلينا نروح للموضه ما هو ما ينفعش اجرب اي حاجه انا مش عارفاها ده بيعمل ايه ده الدواء مجهول المصدر او اللي مش مصرح هي مش عارفه مين صنعه اصلا هي مش عارفه ولا لا انا هو كدكتور انا ما اعرفش مين اللي عامله هو دواء طلع ترند طلعت عليه اعلانات خلاص يبقى هو ده كويس انت ازاي بتحطيه في بقك وتنزليه معدتك وانت مش عارفه مصدره انا بقوله والله يا شيف نهلا ازاي ده ممكن يبقى سم اصلا بتأمني على جسمك على حاجه زي كده مثلا ال 3 4 كيلو اللي انت هتفرحي بيهم في اول اسبوع دول بينزلوا لو انت عملتي دايت بس انما الفكره ان انت تكملي فالكبسوله مجهوله المصدر بتدخل تشتغل على مراكز الاشباع في المخ فبتبدا تلعب في الاشعارات او في الخلايا بتاعه المخ عشان كده هي بقت متعصبه يعني انا عايزه اوصل للنقطه دي بيعمل اكتئاب
مش بس كده. طب انا هديكي كده يعني مقارنه بسيطه ما بين ده وما بين ده. الادويه مجهوله المصدر والاعشاب اللي انا جايباها النهارده. الدواء مجهول المصدر بيعمل حاجه اسمها بلوكينج لمراكز الاشباع في المخ، بيخلي مخي هو اللي يقول لبطني انا شبعان. تمام. انما الاعشاب اللي معايا النهارده انا بمشي دوره حياتي طبيعيه، انا بطني بتتملي، فبطني بتدي اشاره للمخ انا شبعانه. بصي حاجه بسيطه قوي، بس شايفه الفرق ما بين الاثنين؟ لا هو فرق كبير، لان لازم انا اكون مقتنعه ان انا شبعانه عشان ما اكلش كتير. ولا ايه يا جنه؟ الو جنه، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي يا روحي. ازيك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي، دكتور هبه معاكي. اتفضلي يا حبيبتي. الو، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ عامله ايه؟ تمام يا روحي، الحمد لله. الحمد لله. وانا كنت عايزه اسال بس، وانا يعني انا كنت عايزه انزل وزني شويه بس، وبصراحه انا خايفه يكون في اعراض جانبيه زي مغص، صداع، دوخه، زي ما بسمع يعني. فكنت عايزه اخس تقريبا 25 كيلو. يا هي محدده هي عايزه كام؟ 25 كيلو. شفتي انت من غير ما تقولي لنا كده وزنك ولا طولك يا دكتوره هبه، بس انت قولي لها يمكن اقل او حاجه او اكتر. هي مترجته خلاص ال 25، انا ما عنديش مشكله. أنا تحبي تخسيهم في قد ايه؟ لا لا قولي لها بس معلومات اكتر عنك. انا بصي حضرتك، انا كنت عايزه، انا طولي 160 تمام ووزني 190 تمام، فكنت عايزه اخس يعني، مش عايزه ابقى رفيعه قوي برضه. استني بس، انت قلتي وزنك 190؟ 90 90 وطولي 160. اتخضيت ايه الرقم؟ بس عايزه ابقى رفيعه قوي. ما شفتي، عشان كده هي مترجته 25 كيلو. شفتي هي خايفه عشان هي عارفه انك ممكن تخسيها 40، فبتقول لك ايه ارميلي 25. بصراحه كانت بنت عمتي خدت كورس من عندكم وخست الوزن اللي انت قلته عليه، فمش عايزه اخس قوي. طب ما تقولي لنا المعلومات اللي تفرح دي، يعني انت سايبانا لاخر المكالمه عشان تقولي لنا. طب خست كام كيلو؟ طيب طب هي لما خست ما كانش يعني انت ما حسيتيش بغيره كده؟ الله، ما عايزه ابقى زيها عشان كده بتصل. لا ده انت بتغيري بس في نفس الوقت حاطه حدود. لا انا مش عايزه اخس قوي. عاوزه، قالت لك مش عاوزه ابقى رفيعه قوي. بس هي بقت رفيعه قوي يعني، شكلها وحش دلوقتي بامانه ولا شكلها حلو؟ لا هي بصراحه شكلها بقى حلو. طيب بس تلبس كل اللبس اللي هي عايزاه، يعني بقيت تلبس كل اللبس اللي هي عايزاه، فده اللي مشجعني. انا الدهون كلها عندي في بطني. احنا نسيب بقى الدكتوره تقول لنا هتخسي كام عشان ده لمصلحتك. اتفضلي يا دكتوره هبه، اتفضلي. ماشي يا روح. ماشي. هي في ناس بتبقى عاوزه جسمها يبقى لسه محتفظ بشكله، يعني مش عاوزه تبقى رفيعه خالص. تمام. مش عاوزه توصل للوزن اللي هو ايديال قوي على الميزان. هو في حد يطول والله؟ يعني انت جايبه لي كورس اكل من البيت وممكن ابقى انا سوب يعني جسمي تحفه وفت واقول لها 25 كيلو. انا بقى وظيفتي كمتابعه مجانيه او كدكتور اعمل ايه؟ هقول لها ابعتي لي صور ليكي قبل وبعد، واحنا هنمشي لغايه ما ننزل ال 20 كيلو دول. سي هننزلهم في شهرين او في شهر ونص. تمام. هننزلهم، هنقول بقى بعد كده احنا محتاجين اكتر ولا انت شكل جسمك كده عجبك؟ يعني حتى مش انت مش هتقولي لها دلوقتي خالص، لما هي تبعت لك على الواتساب صور وبرده تتكلمي معاها اكتر عن حالتها الصحيه مثلا، وبعدين تبقي تقولي عاوزه زيها كده تقول لك انا عاوزه اخس 10 كيلو، بعد ما تخس ال 10 لا انا محتاجه كمان 5 كيلو. فده اللي احنا بقى بنعمله كفريق متابعه بقى. لسه بقولها، هي دي المتابعه بقى. تمام بالظبط. طيب دلوقتي حضرتك جايبه لنا حاجات او حالات يعني كانت بتتواصل معاكوا على الواتساب من خلال الفريق الطبي، وانا بس عايزه اقراها علشان المشاهدين يعرفوا ايه اللي بيتم بينكوا من خلال المتابعة. طيب دلوقتي دكتور انا عاوزة اقول لحضرتك حاجة، انا بعد 21 يوم خسيت 9 كيلو، انا بجد مش مصدقة نفسي، وما شاء الله هي كانت 118 وبقت 106 ما شاء الله، وقلت لاختي انت كمان لازم تطلبي الكورس زيي. شفتي بقى عشان كده بنعمل العروض بقى، عشان العروض الاخوات دي. طيب خلاص. انا بس دلوقتي عايز اقول لك على حاجه، طبعا في حالات كتير انت جايبها لنا، بس انا برضو لازم برضو يعني اوريك الاكل اللي احنا عملناه. بالظبط. معلش الشاورما يا جماعه ريحتها مغريه قوي بالنسبه لي، وانا واخده الكبسوله وجايه عشان عارفه ان احنا عاملين شاورما. اوكي، احنا بقى ايه عايزاكم يا جماعه تجربوا الشاورما الحلوه دي، ان شاء الله تعجبكم جدا. فتت شاورما وسندوتشات تنفع للمدارس او للغدا، اعملوا بزياده عشان تاني يوم. بس احنا حلقتنا خلصت النهارده، وبنشكر حبيبتي الدكتوره هبه حسام. بجد هي جميله وما شاء الله عليها، عندها خبرات ومعلومات كتير جدا. بشكركم جدا جدا. استنوني بكره ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم اكله العيله، وبرده ادخلوا على الصفحه عشان في سؤال جديد علشان تدخلوا، او اكله جديده نشوف لسه هنعمل ايه عشان المسابقه الجديده ان شاء الله. استنوني بكره، مستنياكم. باي باي.